ينضم إلينا رئيس لجنة الزراعة والمياه والبيئة النيابية محمد العلاقمة. أهلا بك سعادة النائب، ونبدأ من أبرز المحاور التي تطرق إليها الحديث خلال لقاء جلالة الملك اليوم. يسعد مساك أخي محمد ومساء إخواننا المستمعين. حقيقة أخي محمد، كما تعرف ويعرف الأردنيين أن اللقاءات التي تجمع دائما الملك مع أبنائه وإخوانه الأردنيين تكون مثمرة وذات طابع عائلي، حيث تشرفنا أنا ومجموعة من زملاء النواب رؤساء اللجان اليوم بالتحدث مع جلالة الملك، وكان اللقاء مميزا ومثمرا، وكان يسوده الصراحة والشفافية، وتناول اللقاء العديد من القضايا التي تهم الوطن والمواطن. حيث أكد جلالة الملك على دور اللجان النيابية كما تفضل في التشريع من خلال القوانين المحالة إليه من الحكومة، وأيضا أكد على دور مجلس النواب في الرقابة على أعمال الحكومة، وأيضا تحدث جلالة الملك على أن يكون هناك عمل منظم وعمل جماعي وتشابك ما بين السلطات بالشكل الإيجابي، بحيث ينعكس ذلك على المواطن والتحديات وتضليل العقوبات والتحديات الاقتصادية من أجل توفير فرص عمل أيضا للشباب. وأكد أيضا دور الشباب في العملية السياسية، وأن يكون لهم في المستقبل رأي في القرارات المتخذة. يعني كان لقاء مميزا وكثيرا، وأيضا تطرق جلالة الملك إلى التحديات في القطاع المائي وكذلك الزراعي، والتركيز على الإسراع في تنفيذ الناقل الوطني تحلية مياه العقبة عمان، واللي بيوفر لنا تقريبا حوالي 300 مليون متر مكعب. وأيضا أكد جلالة الملك على أهمية القطاع الزراعي، والقطاع الزراعي حقيقة يعني جلالة الملك يولي أهمية كبيرة، ولأنه يدرك دور هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي، وأن يكون الأردن، أكد جلالة الملك، يتطلع أن يكون الأردن هو مركزا للأمن الغذائي للإقليم، وإقامة أيضا المشاريع الزراعية على طول الحدود الأردنية. وتطرق بأن عام 2022 إن شاء الله سيكون يعني عاما جيدا في مجال الاقتصاد وتحسين وضع الاقتصاد من خلال المشاريع الكبرى مع دول الجوار والدول العربية، ومن خلال مشاريع الطاقة، وتناول مصر وسوريا ولبنان في هذا المجال. نعم، على الصعيد الزراعي يعني وخلال العام المقبل 22، يعني ما هي أبرز المشاريع التي ستركزون على متابعتها في لجنة الزراعة النيابية؟ هناك على أكد جلالة الملك على أن يكون استثمار الأراضي الشاسعة والتي تقارب حوالي 22 مليون دنم تقريبا، أنه يتم استثمارها بالزراعة، وأن يكون التوجه نحو الزراعات ذات الفائدة والقيمة الاقتصادية في هذا المجال، وبالتالي إيجاد أسواق خارجية أيضا لتصدير المنتجات الزراعية. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. وبالإضافة في نهاية اللقاء محمد، دائما وهو يعني كالمعتاد، أكد جلالة الملك على موقف الأردن الثابت من القضية الفلسطينية والوقوف دوما مع إخواننا في وأشقائنا في فلسطين. شكرا جزيلا لك رئيس لجنة الزراعة والمياه والبيئة النيابية محمد العلاقمة، كنت معنا عبر الهاتف.